دلوقتي هنتكلم عن حاجة ادفانس شوية في البوستيريور. لو انا عندي remaining root posterior وعايز اشتغل على السنة دي، او لو حتى مش هشتغل فيها ولكن كنت محتاج اخد انكرج منها، هنفترض ان دي اللاست مولر مفيش مولر ورا مثلا، يعني لو في حالة ان دي اللاست مولر وعايز اخد منها انكرج عشان اشتغل على الفايف او الفور، او لو هي دي اللي هشتغل عليها وعايز اخد الانكرج من السيفن الدرس اللي ورا. في كلتا الحالتين انا ما اقدرش امسك على دي بكلامب عادي، الكلامب الباسف بتاعي اللي هو الدبليو 3 مثلا، اللي هو شبه الكلامب يونيفرسال بتاعي في معظم حالاتي، ما اقدرش اجي استخدمه هنا. لو جيت استخدمه هنا زي ما انتم شايفين، بصوا اللي هيحصل، مش هيعرف يمسك كويس. ليه؟ لان الفراكتشر اللي موجود جينجبل، على مستوى الجينجبل. طيب امال الكلام فكرته اصلا بيمسك في ايه؟ بيمسك في الاندر كات، يعني لو جيت حطيته في الضرس اللي ورا كده هتلاقيه مسك. ليه؟ لانه ماسك في الاندر كات في الهايت اوف كونتور، تحت الهايت اوف كونتور، لكن هنا انا ما عنديش هايت اوف كونتور. طيب في الحالات اللي زي كده لو عايزين نعمل ليها ايزوليشن، دلوقتي انا بتكلم معاكم على اساس انا عايز اشتغل في المولر ده، في الريميننج روت ده. طب حد ممكن يسال سؤال، هي سنه زي دي ريستورابل ولا لا؟ على حسب. على حسب ايه؟ اولا هي الفركيشن اريا باينه ولا لا؟ في برفوريشن في النص ولا لا؟ في سيبريشن ما بين الروت ولا لا؟ لا لسه كويس، تمام. طب في عندي فيرر ولا لا؟ اه عندي فيرر اس 2 كويس جدا، 3 دي من ناحيتين، اكتر من 2 مللي لينس، والعرض بتاعه اكتر من 2 مللي، بكر وبلكة الاهم حاجه موجودين. يبقى السنه دي ممكن تكون ريستورابل. مش موضوعنا دلوقتي في كورس المالتيبل ايزوليشن، ولكن هنفترض ان دي سنه ريستورابل. طب ازاي بقى اعملها ايزوليشن؟ هاخد انكرج من اللي وراها، وهكلمكم في حاله لو اللي وراها مش موجود برضو. وبعد كده بقوم مركب الرابر دام بتاعي عادي، ده كلامب وينجلس، فبالتالي بركبه بالطريقه بتاعتي العاديه. انا عامله 7 6 5 4 3. اروح زي ما اتفقنا قبل كده على اخر حاجه، اول حاجه قدام اللي هي 3، وبعد كده ببتدي هنا. دايما الجولد بليتد بتساعدني، مهمه جدا وانا شغال بالرابر دام، شايفين اهميتها. لو انا حاولت اعمل الكلام ده بايدي ممكن اشده واقطعه. اوكي، بعد كده هروح على مين؟ ماليش دعوه، قلنا هنا هكمل من قدام الاول. تمام، تمام جدا. طيب دلوقتي كده فاضل عندي مين؟ فاضل عندي بقى الريميننج روت. بعمل له ايزوليشن ازاي الحته الصعبه دي؟ مش احنا اتفقنا دايما اول حاجه بنبدا بيها الديب مارجنال اكوزيشن، يعني لازم تكون المارجنز كلها سليمه بتاعتي ومفيش كيرز عليها ومفيش اكسس جنجب عليها. متفقين؟ تمام، وده كان متحقق في حالتنا. بقوم اعمل ايه دلوقتي؟ بجيب بالجولد بليتد بتاعتي كده واسحب من هنا، احاول اسحب قدر ما استطعت وحد يشد معايا، او انا ممكن بايدي الشمال بسحب قوي. تمام، بسحب بالمنظر ده، لازم افضل شادد كده اهو، وانا شادد بيجي هنا دور الكامب الاكتف اللي هيعمل لي ريتراكشن بوستيريور، اللي هو زي ال 8A او ال W8A. انا هنا بستخدم ال W8A واقوم حاطه بالمنظر ده. فبالتالي لو خدتوا بالكم هو واخد، عشان هو اكتف نازل لتحت صف جينجفل، فبالتالي كاني تحايلت وصنعت انا بنفسي الهايت اوف كونتور او الاندر كات اللي يمسك فيه. وممكن احطه بالعكس،
عشان اوسع على نفسي واعرف ايه اشتغل كويس. وبعد كده بالجولد بليتد والرفيعه اللي لا غنى عنها تماما وانا بعمل ايزوليشن، ببتدي اتاكد اني مقفل حلو في المنطقه دي. بكده قدرت اعمل ايزوليشن للريمينينج روتس بوستيريور. من الحالات اللي بنقابلها برضو بوستيريور تكون صعبه علينا لما يكون لاست مولر وفي كيرز ديستال. طبعا بيكون صعب علينا ان احنا نمانج من اول الكافيتي بريب لحد الايزوليشن، ولكن الكافيتي بريب التركات بتاعته انك تستخدم حاجه ممكن تكون يا لونج شانك يا شورت شانك على حسب الوضع بتاعك، الكونترا بتاعتك تكون ميني هيد عشان تعرف توصل كويس وتشتغل كويس في المنطقه الديستال في اللاست مولر. طيب عايزين نتكلم عن نقطه الايزوليشن، اعمل ازاي ايزوليشن عشان اعرف اشتغل وابني بالكومبوزيت في منطقه زي دي. في ناس تقول لك لا منطقه زي دي ما ينفعش تعمل لها ايزوليشن صعب فبالتالي اشتغل كده على طول. لا طبعا انا مش من انصار الكلام ده، واقدر اقول لك ان باستخدام المالتيبل ايزوليشن نعرف نعمل ايزوليشن للمنطقه دي. تعالوا نشوف ازاي. فاكرين خطواتنا؟ اول حاجه بختار الكلامب بتاعي، بختار لو عندي ويدج محتاج اختاره، بالفلوس لازم اشوف انزل ما بين الكونتاكت، لازم اعمل حاجه اسمها ديب مارجنال اكوزيشن، يعني اروح احضر الكافيتي بتاعتي، مش لازم احضرها كامله عشان لو قريب من البلب او حاجه، لا لازم احضر المارجن عندي من ورا كويس. لو عندي اكسس جينجفا جاي على المارجن بتاعي لازم اشيله بسيرما كات بير، لو عندي كيرز على المارجن بشيله بلونج شانك راوند ستون راوند ستون. فالمفروض انظف المارجن كويس قوي واظهره، كده انا عملت حاجه اسمها ديب مارجنال اكوزيشن. طيب بعد كده الكلامب اللي هستخدمه هنا افضل انه يكون 8A او W8A، يعني اكتف كلامب بالمنظر ده. ليه؟ عشان اضمن ان انا قادر انزل كويس تحت المكان اللي فيه كارز، لان لو استخدمت ال W3 ممكن يكون مستواه اعلى شويه فيضايقني، فخليني في الكلامب الاكتف اللي هو ال 8A او ال W8A زي ما شرحنا في انواع الكلامبس. بعد كده باجي الرابر دام بتاعي واخش واجي عند كمان بعد كده اجي عند البريمولر، وبعد كده اجي ممكن برضو بالفولد بليت تساعدني، وبعد كده باجي بالفلوس. بعد كده ممكن اجي اعمل روكينج خفيف بثبت بلتل، خلي الرابر ده يعدي بكل، وبعد كده اعكس الناحية التانية بعد كده ممكن نلاقي عندنا في ليكج موجود ديستالي. الحته دي احيانا بتبقى صعبه علينا، طب بتصرف ازاي؟ التفلون استخداماته كتير جدا، بجيب حته التفلون وتركها كده لطيفه عشان تعرف تعمل ادابتيشن حلو للتفلون في المنطقه اللي زي دي. كل ما تحاول تخش بالجولد بليتد بتاعتك لازم تكون رفيعه ولازم تكون مبلوله بميه، بالله بميه، لان زي ما انتم عارفين التفلون هيدروفوبيك ما يحبش الميه، فكل ما انت تحاول تبل الاداه بتاعتك بميه كل ما هينزل معاك لتحت مش هيطلع معاك تاني. في تركه كمان لطيفه، ده تكنيك بتاعي انا اللي عامله، ان احنا نستخدم الدبل هاند تكنيك، يعني
بايدي الشمال بعمل سبورت بجولد بليتد، وبايدي اليمين بحاول ادخل التفل. بايدي الشمال بثبت، وايدي اليمين بدخل التفل، لحد ما اطمن ان المنطقه دي قفلت تماما. ومنساش كل شويه ممكن ابل ميه عشان خاطر تساعدني في الادابتيشن. كده قدرنا ندخل التفلون وبقى عندنا مفيش اي ليكج زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ بكده اقدر اقول ان انا عملت ايزوليشن كويس. طيب امال اعمل بقى، اشتغل ازاي في منطقه زي دي انها بتكون صعبه وانا عندي مين هنا؟ انا عندي هنا البراكت بتاع الكلامب، مش اقدر احط هنا ماتريكس او حاجه. انا اقول لك التكنيك الاسهل، الطريقه السهله اللي نقدر نبني بيها من غير استخدام ماتريكس، ان احنا نجيب فلوبل كومبوزيت بعد ما نكون عملنا الاتش والبوند بتاعنا، ونبدا كده زي ما انتم شايفين معايا نحط الفلوبل على المارجنز. ويبقى جاي على المارجنز والتفلون. يبقى جاي على المارجنز والتفلون. ونعمل كيورينج. ونبني لاير باي لاير. بكده احنا بنينا الوول الديستال كامل لاير باي لاير بالفلوبل كومبوست. وما تقلقوش ان هو ضعيف، هقول لكم ازاي بعد كده هنقويه. بس بكده احنا حولناها لكلاس 1، هنعرف نشتغل عادي سواء الحاله دي كانت اندو سواء الحاله دي كلاس 2 كومبوزيت ايا كانت. طيب بعد كده عشان تبقوا عارفين الموضوع بينتهي على ايه، بنخلص شغلنا ولما نيجي نفك الرابر دام نشيل الكلام. نفك الرابر دام، رابر شيت بتاعنا. ولو جينا بصينا هنا من ورا ايه اللي بيحصل، بيبقى الكومبوزيت اللي بنيناه بيبقى
بالك شويه، بيبقى اوفر شويه، عادي جدا بنجيب ستون، ويا ريت تكون الستون بتاعت الفيرتي او الفينيشنج، بس الفيرتي احسن عشان بتكون سيف اند، ونبدا نشتغل بالكونترا، نفنش من ورا دي ستيل، نفنش نفنش نفنش، هتلاقي كل الاكسس طلع، التفلون حته التفلون طلعت معاك، وحته التفلون كانت ليها وظيفه تانية جميله جدا، ان مفيش اي حاجه تعدي، ما يحصلش ليكج من تحت الرابر دام او من الرابر دام لتحت، وفي نفس ذات الوقت مفيش فلو بالكومبوزيت يعدي خالص ويقع تحت في السلكس. فبكده تبقى بنيت الديستلد وول بتاعك بكل سهوله، وعملت ايزوليشن محترم جدا، واشتغلت وضمنت ان انت شغلك هنا ان شاء الله يعيش ويبقى كويس جدا.